ومن العناوين إلى تفاصيل هذه النشرة. فلقد أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام منشورا دوريا لتفعيل قرار وزير التموين بإعلان أسعار المنتجات الغذائية بهدف تطوير منظومة التجارة الداخلية وإحكام المراقبة على الأسواق. ودعا النائب العام أعضاء النيابة إلى تنفيذ تلك الأحكام وتوخي الدقة على أن تتم مراعاة الاهتمام بدراسة المحاضر المقيدة عن وقائع مخالفة أحكام القرار وإحالتها إلى المحكمة المختصة أو إصدار أمر جنائي فيها. ولمزيد من التحليل ينضم إلينا في الاستوديو سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير أهلا بك معنا. أهلا بك. إذن فلنبدأ من هذا الخبر الذي حقيقة بيمس المواطن البسيط. برأيك هل صدور هذا المنشور وإعطاء شكل قانوني من قبل النائب العام يساعد حقا الدولة على إحكام الرقابة على الأسواق؟ هذا من ناحية. وفيما يخص أيضا تطوير التجارة الداخلية برأيك أين المشكلة؟ هل هي الآليات أم الإرادة؟ بداية طبعا بنحيي قرار السيد المستشار النائب العام على تفعيل إعلان أسعار المنتجات المعروضة للبيع، المنتجات الغذائية. ده مطلب الرأي العام المصري كان دائما ينادي به وينادي بالالتزام به، ونتمنى أنه فعلا يتم الالتزام به وأنه المخالف يتعرض إلى المساءلة القانونية. مما لا شك فيه اللي أدى إلى هذا هو طبعا ارتفاع الأسعار المتتالية على المستهلك المصري خلال العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية. والحكومة الجديدة يبدو عندها الإرادة على السيطرة على ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية. الخبر كما أشرت حضرتك بيقول في إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية. موضوع تطوير منظومة التجارة الداخلية ده موضوع متجدد، ودائما ما يثار النقاش حوله، ودائما ما وسائل الإعلام بتكتب عنه، والحكومة من جانبها تقول إنها تعمل في هذا الاتجاه. لكن الموضوع أكثر تعقيدا من الرغبة أو الإرادة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية لفعلا لتطوير منظومة التجارة الداخلية. المشكلة أساسا نبعت من أول، ترجع إلى منتصف السبعينات أو الثمانينات من القرن الماضي، أما بدأ الحديث عن اقتصاد السوق وعن الانفتاح وعن أن الدولة دورها هو دور بس فقط منظم وهي ملها ترفع إيدها عن هذا. فانتقلنا من سيطرة تامة للدولة على منظومة التجارة سواء الخارجية أو الداخلية، وكان في رقابة وكان في تسعيرة وكان في رقابة صارمة على الأسواق، وانتقلنا إلى ما عرف في ذلك الوقت بالانفتاح السداح مداح. فنحن نعيش اليوم في الآثار والنتائج المترتبة على هذه الذهنية المتعلقة بالانفتاح سداح مداح. كل ما الحكومة تحاول تنظم يخرج من يتهمها إنها تريد العودة إلى الاقتصاد المركزي، إنها تريد العودة إلى العودة عن اقتصاد السوق. اقتصاد السوق خلال العقود القليلة الماضية أصبح حاجة يعني ما نقربش لمفهوم اقتصاد السوق. يعني إذا قربنا لمفهوم اقتصاد السوق الدولة هتنهار، بل بالعكس. هو لأن أساساً ما فيش في مصر اقتصاد سوق، الفري ماركت ايكونومي اللي موجود في الدول الغربية وفي أمريكا اللي هي حضرتك قلاع الرأسمالية، هو مش موجود عندنا اقتصاد، احنا عندنا احتكارات. فطالما ده بقى يقودني إلى تطوير منظومة التجارة الخارجية، طالما لم تتوفر الإرادة السياسية لكسر هذه الاحتكارات لن نستطيع أن نقول إن إحنا هنطور منظومة التجارة الداخلية في مصر.